لماذا ما أصوم هذا اليوم؟ أني صائم، يصح؟ نعم،
نوى فريضة أو نافلة؟ نافلة. يصح كأي ساعة منها أكل أو شرب أو أتى بالفطر؟ لا فيها مصح. إذا النية لابد فيها من 100 فرض و100 نفل، الفرض لابد من تبعية النية من الليل، وتكفي النية عندنا دخول الشهر بكل الشهر ولله الحمد. أما نية النفل تصح في أي ساعة من النهار بشرط أن لا يأتي بمفسد أو بالفطر من الفطر. لكن لا يحسب لها الأجر إلا من عند عقد النية. يعني الأول نبقي بالنية لا يؤخر الصيام النفل. وهذا معناه أن الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام فرض وصيام نفل. صيام فرض وصيام نفل. صيام الفرض رمضان والكفارات والنذور، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وصيام نفل يأتي إن شاء الله. نبدأ بالفريضة من هذا الأصل. على من يجب صيام شهر رمضان؟ هل أنا يجب علي الصيام أم لا؟ كيف نعرف؟ لابد أن نعرف شروط وجوب الصوم. يجب الصوم على المسلم. يجب الصوم، يقول العلماء رحمهم الله، يقول يجب الصوم على المسلم. سبحان الله. أصل الكافر لا يخطط بالصيام ولا بالصوم، يخطط بماذا؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. فإذا دخل في الإسلام فاضل بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام وهكذا صح. لماذا يذكر العلماء رحمهم الله في كل عبادة من العبادات شرط الإسلام؟ كافة الصلاة هذه شرط الصلاة الإسلام، الزكاة الإسلام، الصوم الإسلام، الحج الإسلام، الوضوء الإسلام، التيمم الإسلام، الاغتسال الإسلام. لماذا؟ مع أن الذي يصنع هذه الأشياء هو المسلم. قال لأن هناك من نسأل الله السلامة والعافية من يصوم ويصلي ويؤدي الزكاة ويحج ويعتمر ويصنع 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 وهو شرك سبقه. صحيح يصوم الرب ويصوم صيام والله باطل. يصوم وهو يدعو غير الله، يدعو أصحاب القبور ويدفع لهم، يستعين بالجن شاحن وينصف يرفع الصيام. لا، ولهذا يا اخوانا ما نتنبه لماذا في رمضان تبدا التمثيليات الاسلاميه. هذا ليس في التمثيليات الإسلامية، بل التمثيليات الكفرية كفر أكبر فيها. صحيح يا رجل، إنسان يمثل دور من؟ أبو جهل وأبو لهب وإبليس وفرعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. رجل يخرج ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الله ويحلف بالله وبالعزة، وقال تمثيليات إسلامية. هذه التمثيليات تمثل كفر أكبر. بالله ترضى أن واحد يمثل ورثة ما ترضى أن يذكر اسمه في هذا؟ صح. ثاني، وقد مثل أمات المؤمنين، مثل الصحابة، مثل كبار الصحابة، مثل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومثل الملائكة، حتى مثل رب العالمين. هذه تمثيلات كفرية بالكفر أكبر. وأنت الآن عندما تتفرج عليها في رمضان تقر على الكفر، إذا أقررت بالكفر أنت مثله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يقضوا في حديث غيره أنكم إذا مثله. ما يمكن إخوانا فتوى كبار العلماء على هذا، لا يمكن تمثيل الصحابة على الكفر. استهزاء، سخرية بالدين. قل أبي الله يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ وتسب وتشتم. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم عليها. فأنت ريح نفسك وأنت ما يدخل رمضان، تعود نفسك أنك تبقى في نفسك.
الجوال أبدا وتحمل لأنه يرسل لك رسائل وكأس العالم من طريق وهؤلاء من طريق أنت محارب يا أخي محارب المسلم محارب كافر ومنافق وشيطان ومسلم أحسن صحيح والشيطان يعني كل ما تأخذ من طريق يفتح الطريقات تفر من طريق صح أغلقت عليك الشيطان كل الطرق صحيح صح لا صح لا والله مصح ثم لآتينهم من بين أيديهم أكيد من الأمر ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم كل الطرق صح هذا الدليل لا بقي طريق واحد ما يمكن ان يوقف عليه ياخذ توجه الى الله والحمد لله مفهوم اخوان لا تسعى ولا تمثيلات كفريه ولا تمثيلات فسق ومجون ولا عرف اقول هذا العام باذن الله يكون تغير العام السابق ولا بد ازداد في الطاعات وازداد في عبادتهم صح ومن الناس من يسال قال أنا أصوم لكن لا أصلي. ماذا؟ أنا أصوم ولكن لا أصلي. مشكلة. طب إيش تصنع؟ تقول يا أخي تبلغ لي أخلاق من الله. غدا تقول ترى ما نصلي عليك. زوجتك تكون عليك حرام. ولا نكبر نجتمع مع الكفار وممكن يضع عليك صليب. كيف يا اخي انت مسلم وما تصلي؟ لانه هو يريد فتوى ان يديك شيخ قال اسمع صيامك ما يصح قال جزاك الله خيرا اجمع الصيام مع الصلاه يلا صحيح والله طيب اذا من شروط الصيام اهم شرط الإسلام وأنا نسأل عليها كفر نسأل الله العافية والسلام والله يجتمع في السنين نعم هذه التمثيليات سنين يعمل بها حتى اللي قرأت أنا في الطاقة قرأت الجريدة قال بشرى لمتابعينا في رمضان نعمل 20 ساعة في اليوم حتى تخرج المسلسل الكفري إن شاء الله تعالى في رمضان 20 ساعة يعمل في اليوم الواحد من أجل إيقاع الناس في الكفر وإفساد صيام الناس والله سبحانه صح أي نعم خاصة قرب وقت الإفطار لما تتعب ليلة النهار وتسرع ليلة النهار والحمد لله يا أخي شيطان الجن أخطر أو شيطان الإنس ما يعني تعرف ما تعرف أنا أخطر شيطان الجن أو الإنس تعرف يا أخي تعرف أيهم أخطر شيطان الجن أو شيطان الإنس الإنس لما شيطان الجن تقول أعوذ بالله من شيطان الجن أما هذا شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من شيطان الجن عرض ما يلف بل يزيد يعاني صحيح الله هذا أول شيء مهم جدا يا أخوانا لا بد من حقه نتعلم التوحيد نخلص لله وتترك هذا الامور كله فيها فيها رمضان قال رمضان هذا الايقونه الثاني كسر الجوال وارتاح من صلي الصلاه يصح اذا كان شيء يهل عن الله ويؤدي بك الى كفر اكبر ما تكسره هذا كسره طيب الاسلام يجب الصيام على المسلم العاقل خرج من هذا المجنون فهل عندي سؤال فهل يجب الصيام على السكران نعم ام لا من يعني يعترف عز اخواننا في مجلس علم ما حد يتكلم هل يجب الصيام على السكران ارفع السؤال لا يجب هذا قول سبحان الله طيب اذا هنا نص المجتمع عندنا بعد يشرب وقال الحمد لله افتاني فلان وفلان انا ما عليه صيام اشرب وسقط عني الصيام جزاكم الله خيرا
نقول لا تشرب الخمر وتسوق، صح؟ اي نعم، مثل الاول اللي قال انا اصوم ما اصلي، نقول تصلي وتسوق ولا يسقط عنك لا الصيام ولا الصلاه، صح؟ مشكلة اسمع هؤلاء قالوا الله كان هناك قال الحمد لله لا يجب على استكمال الصيام، انا طيلة النهار اشرب وطيلة الليل الحمد لله. يجب الصيام على المسلم العاقل. غضب قال المجمع ما استكران ولا تشرب وتصوم. طيب البالغ غضب بهذا الصغير فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا، لكن نشجع الصغار على الصيام. ناتي بهم الى المسجد وتعطيه بعض الالعاب في المسجد لا اشكال. فنخاطب ولي الصغير نقول علم الصغار الصيام. ونقول للصغير يا اخي تصوم وانك جواكش وتلعب من العجب ان الصغار يصومون. اسال اي واحد فيكم الان، هل رايت يوم من الايام زوجتك او اختك او امك او خالتك او جدتك تاكل او تشرب في يوم من الايام في نهار رمضان مع انها لابد ان ياتيها ايام في رمضان هي معذوره في حيوانها، صح؟ ما تراها انها تستحي، والصغير يقول ما يتعب وكذا يا ولد كل ارتاح قليلا كذا قال لا اصوم. وهذا الجلد البالغ كبير يشرب الدخان عيان الجهاد يحارب منه رب العالمين. اي نعم، وعندما تقول يا اخي اتق الله لا انا حر، صح؟ لا مو صحيح، هذا عبد الايمان عند الشيطان. تقول انت مرتاح، انت والله عبد لابليس، ولو كنت عبد لله لحصل لك بهذا عزه ورفعه، صحيح؟ بل اجتمعوا في سنوات الماضيه، اجتمع بعض الناس وقالوا نفطر في نهار رمضان. والله اخواننا هناك من افتى لاعب الكره، المهم بالفطر في نهار رمضان، قال ان الكره تهون، المهم هذا الفتوى من معي. هذا لاعب الكره في نهار رمضان، والله قال ما نفطر. الاسلام والعقل والبلوغ مع ان الصغير مخاطب وخاطب الوالد كذلك والاستطاعه قدر الصيام. هناك من لا يقدر على الصيام، لماذا؟ لكبر في السن كبير السن او مرض، لكن مرض يمر بين الاصابع لأنه ممكن يجرح في إصبع وهنا رأيت الجرح هذا ويفتح في نهار رمضان. تقول لماذا تفتح القلب؟ مريض معلوم. أي مرض؟ المرض؟ لا، مرض يضر به الأصابع. هذا المرض الذي يبيح الفطر في رمضان. أما عطاس، زكام، جرح في الإصبع لا يبيح الفطر في نهار رمضان. مثلا يرتفع لديه السكر، لديه مرض السكر، ولابد ياخذ دواء اربع ساعات او انسولين او كذا. ضغط في الدم. كذا من الامراض الخطيره. يمنع الصغير الطبيب من الصيام، يصوم؟ لا. هذا الشرط. الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعه. و الاستفادة المستوطن خارج بهذا المسافر فلا يجب الصيام على المسافر، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم. لماذا؟ ما لم يشق عليه. لماذا الأولى بالمسافر أن يصوم؟ لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر. وهذا فيه إدراك فضيلة في الشهر شهر رمضان.
وفيه أن الصيام مع الناس أسهل. هل هذا أنا أقول هذا الشيء؟ تستطيع صيام شهر كامل أو ما تستطيع؟ ما واقع رمضان اللي أصوم مع الناس ما أشعر ذلك. وكذلك قال لو أخر لعله يموت يؤخر. ولذلك قال دائما الآن تأتي الأسئلة بقي علي أيام رمضان وأخاف يدخل علي رمضان أنا لم أقضي صح؟ إن الأولى بالمسامح أن يصوم ما لم يشق عليه. هذا الشق الرابع والخامس والسادس الوارد عليه الخامس. السادس الخلو من الحلم والنفاق. فهذا الذي ترى من هذا رمضان ياكل رشه ورشه الدخان اسال هل انت حائض او مساء؟ ستر الله الا لا يعني ينظر به حائض او مساء. الله المستعان الحمد لله دعاءك والله حائض او مساء ما تاكل وتشرب من هذا رمضان تستحي والله. إن هذه الشروط ستة من يعد عليها هذه الشروط؟ من يعد عليها الشروط الستة؟ سبحان الله أخوانا أخاف الجدران لكم معنا. بسم الله أكثر. الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة والاستيطان والخلو من الحيوان. الله يفتح عليك. من يعيدها؟